ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض النهارده نعمل الجمبري بطريقه حلوه جدا وسهله جدا في الكيس الحراري، بجد مش هتاخد مننا وقت وطعمها وريحتها تجنن. خليكم معايا علشان تشوفوا احنا عملناها ازاي. اكلتنا النهارده مفيش اسهل منها، هنحط كل المكونات على بعض ونشوف هنسويها ازاي. معي هنا ده كيلو من الجمبري، الجمبري ده بقشره يا دوب، بس شلت منه الكيس الرملي بخلة السنين، وكنا عملنا مع بعض ازاي ننظف الجمبري وعملنا منه وصفات كتير قوي، هحط لكم كل الوصفات دي في الديسكريبشن بوكس. معايا هنا بصلايه متقطعه شرايح، معايا فلفل الوان او الفلفل المتوفر عندكم، حابين تحطوا فلفل حامي برضو دي حسب الرغبه. معايا هنا ده ربطه من الكرفس، عصير ليمونتين، معلقتين كبار من الزيت، معايا هنا معلقه من الصويا صوص، معلقه صغيره، ده النوع اللي انا بستخدمه. والتوابل اللي معايا سهلة جدا جدا جدا، كلها معالق صغيرة، ملح طبعا على حسب الرغبة، فلفل اسود، كمون، معلقة ثوم مهروسة، سبع بهارات، وكاري، وكزبرة جافة، ومعلقة من بهارات السمك، كلهم معلقة صغيرة. ضروري جدا الكاري بيدي طعم حلو قوي 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 للأكلة بتاعتنا. طيب كل اللي احنا هنعمله زي ما قلت لكم ان احنا هنحط كل المكونات بتاعتنا فوق بعضها. الجمبري بتاعنا منضفينه وغسلينه كويس وشايلين منه الكيس الرملي بس، يعني الجمبري ده بقشره. هبتدي ان انا احط الفلفل الملون والفلفل الحار حسب الرغبه، والبصلايه المتقطعه شرايح، هبتدي انزل كمان بربطه الكرفس. انا بجيب الكرفس بكميه كبيره واحطه اقطعه واحطه في الفريزر عشان اوقات كتير مش بلاقيه. معايا عصير ليمونتين، معلقتين كبار من الزيت، هبتدي احط معلقه الثوم الصغيره، شايفين مفيش اسهل من كده. والتوابل زي ما قلنا كلها هتلقوها في صندوق الوصف، كلها برضو معالق صغيرة، نبتدي ننزل بيها كده كلها. كمان معايا معلقة صغيرة من الصويا صوص اهي، وهقلب بقى كل الكلام ده كده بالراحة، هقلبه كويس قوي بحيث كل المكونات تتطعم من التوابل والخضار كله يبقى واخد نفس الطعم. قلبنا الجمبري مع التوابل والخضار تقليبة كويسة جدا، وهجيب معايا هنا كوباية صغيرة او فنجان صغير من المية، وهبتدي انزل بيهم على الجمبري، برضو هقلب تقليبة كويسة. طبعا مفيش اسهل من كده ان احنا نحط كل حاجة على بعضيها ونريح نفسنا. طيب هنسوي ازاي؟ هحط جمبري كده على جنب، وهنجيب الاكياس بتاعة الفرن اللي احنا بنسوي فيها الفراخ او البط او الديك الرومي. كنا عملنا الفراخ في الكيس الحراري والديك الرومي في الكيس الحراري والموزة في الكيس الحراري. الكيس بيجي كده وبيبقى معاه قفل اهو، هو ده القفل بتاعه. هبتدي بقى ياخد الكيس افتح، وهنزل كل الجمبري بالميه اللي احنا حطيناها في الكيس الحراري. فضينا كل المكونات بتاعتنا اهو في الكيس الحراري، وحطيت الكيس الحراري في صينيه، وهبتدي بالقفل اللي جاي مع الكيس، وابتدي ان انا اقفل الكيس بتاعي كويس جدا اهو زي ما انتم شايفين. تمام في اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده. ونجيب ميه سخنه ونحطها في الصينيه اللي احنا هندخلها الفرن. تمام كده. وكمان هنجيب ساعة
السكينة وادي كده كام نغزة للكيس بتاعنا علشان البخار الزيادة يطلع منها اهو كده زي ما انتم شايفين. هحط كمان في الصينية بدام الصينية ألمونيا هحط معايا معلقة كبيرة من الخل. ادي معلقة الخل اهي. طب احنا ليه بنحط معلقة خل في الصينية مع المية؟ علشان الصينية الألمونيا بتاعتي ما تسودش. هدخل بقى الجمبري اللي في الكيس الحراري ده في الفرن بتاعة البوتاجاز نص ساعة بالظبط ونطلعه. وادي الجمبري في الكيس الحراري بعد ما طلع من الفرن. انا يا دوب شفت حاجه طبق تاني وشلت منه القفل بتاعه. عايزه اقول لكم ريحته خطيره ولونه، بصوا لون الجمبري بقى عامل ازاي. انا نقلت حاجه تاني علشان الكيس ابتدى يتخرم، فانا مش عايزه الصوص بتاعه دوت يروح في الميه بس الكيس بيطلع ميه ازاي. انا مش عايزه الصوص ده يروح في الميه اللي كانت في الصينيه، فنقلته بسرعه في صينيه تاني او طبق تاني. بجد لازم تجربوه، ريحته خطيره 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 خطيره. بصوا سخن ازاي. ودي كانت وصفتنا النهارده، اتمنى تجربوها. الجمبري في الكيس الحراري، واستنوني في فيديو جديد. باي باي.